معاملتك ما هي بالديوان يا ابوي، معاملتك بالاحوال. خذ الله يرضى عليك، صار لنا ساعه وقاعدين ندور. شوف يا ابوي، اطلع للدور الثالث. اذا اول مكتب بالسيب على اليمين الاستاذ صالح، قل لي يقول لك الاستاذ سليمان المعامله في الدرج الايمن في ملف التعاميم الصادره رقم 4 عام 1418. يلا يا ابوي. مشكور ما قصرت. هلا هلا. يا استاذ سليمان، ترى الوكيل يقول الخطاب هذا ما يصلح. شو ما يصلح؟ من قالك ما يصلح؟ هو يقول انه اتصل على مدير شؤون الموظفين واستفسر منه، قال له النظام تغير. ويتصل على مدير شؤون الموظفين ليه يا استاذ احمد؟ الله يهديك. ما ادري عنه. اسمع، قل له يقول لك سليمان المعامله صحيحه 100%. خله يرجع اللائحه التنفيذيه والتفسيريه حقتها البند الثامن الفقره الف ويشوف انها صحيحه 100%. انا على مسؤوليتي. سلم سلم. صباح الخير. هلا صباح الخير. كيف حالك؟ طال عمرك. بخير ان شاء الله. والله طال عمرك، الوالده تعبانه وبدي استاذن تخبري علي. روح ودي يا طال عمرك. الله لك يهينك طال عمرك. يلا يلا، ساعة ولا تأخر، توكل على الله. جزاك الله خير طال عمرك. ايش سويت يا ابوي؟ سم ابد طال عمرك، فرست الاسماء على الجنب، هذه الشركات وهذا اللي هنا المؤسسات، وضعت كل منهم لوحده. هذه الشركات والمؤسسات اللي تابعه للوزاره. جميل جميل، بس لو تحط الاسماء حسب الحروف الابجديه عشان اسهل للقراءه. زين ابوي؟ سم. يلا يلا. ايوه اي جميل جميل، بس لو تحط الارقام في الجهه الخانات اللي على اليمين والاسماء في الجهه اللي على الشمال عشان افضل واسرع للقراءه. وبعدين مقتضيات باختصاد مو باختطار. ها خير يا ابوي، انا اكتبر الملف ده، ها، واذا قريته تلحق تجيني في المكتب عشان اناقش انا وياك. يلا شهل يا ابوي شهل. الظاهر يا شباب المدير حقنا هذا اذا ما اشتغل يموت. صدقوني يا جماعه الخير ان احمد يقول له الان 20 سنه ما اخذ اجازه. الله يعطيه العافيه، عمره تقول 20 سنة؟ ما شاء الله عليه. عفوا يا ابو ريهام، هذا ملف الاراضي البور اللي طلبه مع الوزير. نعم. واذا تلاحظ هذه التوصيات حقتنا. نعم. شيء طيب، شيء على اذنك. تفضل. لحظة يا ابو ريهام. خير. بالنسبة لموضوع الاحلال في دراسة ما بين معهد الادارة العامة وديوان الخدمة المدنية. إيه؟ على ضوء النتائج بتصير التوصيات حقتنا. شيء طيب. تفضل. تذكرت. بالنسبة للموظفين يا ابو ريهام اللي ارسلتوهم لي لا يصلحون لي بصراحة ولا اصلح لهم. صراحة فشوفوا لهم اي دبلة. خير ان شاء الله يا سليمان، ايش فيهم؟ يا ابو ريهام هذول شغلتهم لا جدية بالعمل، لا انضباط، كل همهم توقيع حضور وانصراف، وهذول بصراحة لا يصلحون لي ولا اصلح لهم. طيب حنشوف حل معاهم. هيا اجلس اجلس. اجلس نشرب شاي مع بعض. لا شكرا، لا شاي ولا قهوه، وراي شغل. يا ابوي شاي بحبك، تعال اجلس. يا ابو ريهام وراي شغل، الله يرضى عليك، على اذنك. تفضل. يا سليمان. سم. على فكره يا سليمان، انا زكيتك عند معالي الوزير الله يمسيه بالخير ووافق على ترقيتك. مبروك التاسع يا سليمان، والله تستاهل العشرة. الله يبارك فيك يا ابو ريهام، شكرا. اتفضل عاد الحين اشرب شاي معايا. وراي شغل يا ابو ريهام. الله يعينك. الله يوفقك. يلا. يا أستاذي أنا مأشر عليها بيدي عام 1401 في الملف الأزرق. أي نعم أي نعم. لحظة شوف، أنا دورت في الملف اللي تقول ما لقيت شيء. رح يا أبوي شوفها، شوفها في الشؤون الإدارية. شوف أقرأ كويس، أقرأ طالع وين موجهة. يلا يا أبوي يلا، تعطلنا بس يلا. إي لا ما هو بنت، لا إي 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 زين يا أبوي. أفتح الملف، أفتح الملف يا أخوي. أنتم ما تقرون أنتم؟ ما هو بنت الله يحييك، عندي واحد من اياه يا اخو. ما تقرا انت ولا شيء؟ اقرا يا اخي، موجه لوين هي؟ الله يرضى عليك، موجه الصيانه هذه الله يرضى عليك، توكل على الله. ضيع وقتنا. ايوه شوف، ما بين البند السادس والسابع. ايوه شوف طال عمرك. ايوه بالضبط. وين ودي هذه؟
وين تودي؟ اقرا اقرا اقراها، راح اقراها بعدين ارجع لي، بتعرف اذا قريتها زين بتعرف وين توديها. لقيتها الان؟ خلاص. هلا استاذ سليمان. خلاص. صدق بس لو شوية استاذ على نفسكم وتقرأوا بس. طال عمرك انا ودي. نعم نعم. طال عمرك انا ودي استاذ عند الوالدة تعبانة، طال عمرك ودي اروح اخلص. لا 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 تطول الحكي، روح ساعة وتعال، يلا يلا لا تعطلني. ايوه. خلاص على هذا الاساس يا اخي سليمان. ان النظام واضح وخلاص استاذ سليمان. خلاص ساعه عمرك. ما تكفي طال عمرك، وساعه مشوار البديع طال عمرك. رح يا ابوي خلاص، الله يرضى عليك، توكل على الله. رح رح على كيفك، ما عاد اجي. رح الله يجزاك خير يا استاذ سليمان. خلاص اي هو هذا وواضح، ما يحتاج لها تفكير. يا يلا مع السلامه. اعوذ بالله. وشو؟ استقالة؟ وش فيها سليمان؟ وتسألني يا أستاذ أحمد وش فيها؟ موظف كفو وساعد الأيمن بالإدارة بكل بساطة يقول بستقيل؟ أنا العموم لي رصيد إجازات كثير، ودي تصفي لي إياها وبيلي 3 أشهر قبل الاستقالة. طيب عاد ليش واقف؟ استريح، هذا موضوع يبغانا نتفاهم أنا وياك. استريح. شوف أنا أعتبرك مثل أخوي، وما أعتقد أني ممكن أقول شيء ما هو في مصلحتك. ولو تسمع كلامي، أنت لسه شاب والمستقبل أمامك كبير، والترقيات اللي جاية أكثر وأكثر، يمكن بكرة مدير عام، بعده وكيل، وكيل مساعد، وكيل ووزير، يمكن ليش لا. أنت يا أخ أحمد ما هو في وجهك، لكن بكل حق قدرة، فعلا قدرة أنا أعتز فيها في الإدارة هذه. فإذا كان وراء موضوع الاستقالة شيء مضايقك، أو موضوع من يعني سبحان الله يا أخي، قل لي أنا مستعد أحله. إنما كوني أقبل استقالتك بهذه البساطة، أعذرني ولا يمكن حتى أرفعها. خلصت؟ قلت كل اللي عندك؟ أنا ماشي ماشي بإذن الله، بس على العموم شكرا على كل الكلام الجميل اللي قلته في حقي، وأنا مستقيل مستقيل. وافقت ولا ما وافقت؟ طيب طيب، وانا اخوك ما دام انك مصر على هالشيء هذا، رتبت امورك؟ يعني رتبت ظروفك وش بتسوي بعد الاستقاله؟ لا تخاف علي، كل شيء مرتب من الالف الى الياء، بس اهم شيء دعواتك لي بالتوفيق. صبحك الله بالخير يا استاذ سليمان. هلا هلا هلا، خلصنا يلا. يا استاذ سليمان واحد يعني يستحي من كثر ما نطلب منك. خلصني خلصني خلصني، وش تبي؟ لكن تعرف يعني الظروف، يعني الواحد يعني هذا شيء من الله يا استاذ سليمان، ما ادري وش الموضوع يا ابني. انا ودي استاذن يا استاذ سليمان، الوالده شويه تعبانه. يا ابني هو الوالده حاط لها زنبرك من الساعه. لا تعرف هذا طال عمرك، مال الا مال هلا لي انا، ولا تعرف يعني مال هلا يعني خلص شيء. خلص من الله. خلاص خلاص عمرك. خلاص يلا توكل على الله. أروح؟ رح رح رح، ما عاد أجي ولا عاد تجي. الله يوفقك يا أستاذ سليمان، الله يوفقك. بتخلي دار لهذا وإشكاله يعني؟ خلنا نفكر في الموضوع مرة ثانية. يا ابو صالح، قلنا لكم 1000 مرة اية قراراتنا الله يرضى عليك. زين زين، انا جايك الان، انا جايك الان. يا ابو ريهام، هذه ما هي اول مرة تسوونها معي، والظاهر ما حتكون الاخيرة. يا سليمان يا اخويا، الموضوع ما هو في يدي. شلون هو بيدك؟ احنا عندنا بقهوه ولا بوزاره الله يرضى عليك؟ يجي واحد توه جاي جديد تعطونه الصلاحيات يصدر قرارات على كيفه ويعفس الدنيا كلها؟ اسمع، تبون اموركم تمشي، القرار اللي صدر لازم يلغى. اللجنه العليا صادقت على القرار. حيت عليا ولا سفلى الله يرضى عليك؟ وش الكلام هذا؟ اللجنه وش فهمهم؟ قاعدين على مكاتبهم طال عمرك ينظرون على كيفهم؟ اي كلام، ويصدرون هالقرارات بدون ما يفكروا فيها هل هي مناسبة لطبيعة عملنا ولا لا.
طيب خلاص خير ان شاء الله، تعال اقعد كذا وروق واشرب شاي ولا قهوه. تعال. لا شكرا وراي شغل، انا خليني بعدين. يا وين تعال، ايش بك معصب انت؟ تعال ابغاك تعال اجلس. عصب انت، عصب يا سليمان انت. تفضل. ايش بشارتي؟ وشو عليه؟ معالي الوزير الله يمسيه بالخير وافق على ترقيتك من التاسع للعاشر. الان هات الشاي يا ابو الحبق. لا هذا مهم جدا الله يرضى عليك، مهم بالمره. ايوه هي الان اتصلوا فيهم. خذ يا ابوي وديها، وديها هناك. هاي طعمك. ايوه طيب. لا ارسلوا اللي عندكم انتم. اي على بال ما تجي. ايوه خلاص ايوه. لا لا اترك المواضيع، شايف شايف. شكرا. هلا. ايوه طيب يلا مع السلامه. شوف لي الملف 21 ان شاء الله. صبحك الله بالخير يا استاذ سليمان. هلا صباح. كيف حالك؟ طال عمرك. الحمد لله. لا يا استاذ سليمان الواحد يعني يخجل ولا يدري ايش يقول لك. انا عارف اني يعني ازعجتك وكذا، بس يا استاذ سليمان ايش اسوي؟ هذا يعني بالرب العالمين. الزبده الزبده خلصني. والله طال عمرك يا استاذ سليمان، ودي استاذ الوالده شوي تعبانه طال عمرك. يعني ابو شيطانك قضيت على العائله كلها، كل يوم مسادح واحد، ما تستعرف وجهك انت؟ ما هم منا جزاك الله خير من الله يا استاذ سليمان، ما هم منا ولا ودنا والله يقعد ونطارج اجي. اسمع 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 اسمع، ابى اسمح لك بشرط واحد. سم. انك ما عمرك تجي ثاني مره تطلب اذن. يعني ان شاء الله ان شاء الله. يا استاذ سليمان انا ودي يعني اقول لك، اعرفك على الاخوه هذا لسه متوظف جنبي في المكتب، وقال لي يا استاذ سليمان خجلان وده يقول لك شيء. تعال تعال سم طال عمرك. وش تبي انت؟ قول طال عمرك الوالده عندي مريضه وابي اروح المستشفى ضروري لازم اجي لها. اسمع يا ابني، انت توك في مقتبل حياتك العمليه. ابشر ابشر طال عمرك. المفروض تنتبه لنفسك وما تسوي مثل بعض الناس اللي يسوون. ابشر ابشر طال عمرك. المستقبل امامك طويل ان شاء الله. يلا يروح يروح راح انت وياه يمشي. استاذ سليمان. نعم. مساك الله خير. هلا. هذا خطاب لك طال عمرك. شكرا الله يعطيك العافيه. سليمان هذا هو الملف. سليمان ايش فيك؟ حقيقة الأخ سليمان وكيل الوزارة للشؤون الإدارية أمر بحصر الموظفين اللي أعمارهم فوق 60، يعني أمر بإحالتهم إلى التقاعد وإعطائهم خطاب شكر، يعني المقصد إنه يعني إحلال محلهم دماء شابة جديدة تحل محل الأساتذة. فمعالي الوزير الله يجزيه بالخير تلطف وتكرم علي ومددني جزاه الله خير. بعدين أخوي سليمان أريح لك كمان، يعني تلتفت لبيتك ولبزورتك وتسافر معاه، روحوا جد خذوا لكم كباين. ترى الشغل يا أخوي سليمان يعني العمر يخلص ولا الشغل ما يخلص. الله يستر عليك يا سليمان، الله يستر عليك. لازم نتعامل الآن بمرحلة جديدة. الشخص اللي كان قبلي هذا انتهى، احنا الان في مرحله جديده. لازم تعرفون انه انا اهم شيء عندي الانضباط. تسيب لن اقبل شيء اسمه تسيب. عندي اهم شيء انك انت الساعه 7:30 في توقيع والساعه 2:30 في توقيع حضور وانصراف. اهم شيء عندي الحضور والانصراف،
وفوق هذا حيكون في توقيع ثالث الساعة 10:30 عشان ما في واحد منكم يخت لا يمين ولا يسار. نعم يا أخي خير إن شاء الله. مين أنت وش اللي جابك وكيف تخش بدون استئذان؟ السلام عليكم، أنا سليمان وكنت على هالكرسي قبلك. في بعض الأشياء تخصني في الدرج، إذا ما عندك مانع أخذها. إيه تفضل تفضل، بس بسرعة لو سمحت. القرارات الارتجالية مش هتكون موجودة مرة ثانية. البلد الآن بحاجة إلى دماء جديدة، بحاجة إلى دماء شابة، الخبرات وما الخبرات هذه موضة وانتهت. إحنا الآن بلد شهادات. وفي نقطة أحب أضيفها، أنه المكتب أنا الحقيقة شايف مكركب وألوانه مش عجبتني، ولا في تنسيق ألوان، ولا في شنو لي كل هالألوان هذه، غيرون المكتب. اتصلوا على مدير شؤون المالية واطلبوا الموضوع هذا، اسألوا إمكانية تغيير كل الفرش الموجود. أبشر طبعا. تفضلوا على مكاتبكم. يلا تفضلوا. معقول؟ سليمان أحلوا التقاعد؟ اي نعم. انت لو شفته هو يقرا الخطاب حالته تكسر الخاطر هالمساكين. يا جماعه يا جماعه، هذا رجل انا زاملته 15 سنه، عقليه اداريه غير طبيعيه، مخه هذا ارشيف للامور الاداريه والغير اداريه مرجع. اذا ما انعفست هذه الاداره بعد سليمان لا تقولوا ما قلته. السلام عليكم. اهلا. صباح الخير. الله عمرك. ايش عندك؟ نبي نوقع على هيك. توقع كم الساعة الآن؟ 8:05. طال عمرك. أنا معطيكم محاضرة طويلة عريضة من أول يوم جيت، قلت لكم 7:30 الدوام، 7:30 دقيقة البيان يرفع. تفضل على مكتبك. يعني أقول لك تفضل على مكتبك. السلام عليكم. أهلا. طال عمرك أبي أستأذن ساعة كذا وبرجع. تفضل على مكتبك لو سمحت. هذه أول مرة أستأذن فيها. أقول لك راح انطق في مكتبك. صباح الخير يا أستاذ. والله يا أخي أنا عارف أن أمورك يعني جزاك الله خير، توك متوظف وعارف أني بأزعجك وكذا، لكن عادش نسوي الظروف، يعني الظروف تحكم جزاك الله خير. بس يعني إذا ما قلت لي شيء ولا ما قلت شيء جزاك الله خير، يا ليت يعني ما تقول لا. ممكن أفهم هالمقدمة الطويلة العريضة هذه وش وراها؟ ايش عندك؟ لا طال عمرك يعني إذا ما عليك كلافة بدي أستأذن. جاي تستأذن. إيه طال عمرك، الوالد عندي شوي تعبانة وودي أروح المستشفى. طال عمرك. روح انطق على مكتبك. روح. عفوا إيش كأني سمعت كذا كلام سخيف وتافه، إيش قلت؟ أقول الله يوفقك ويجزاك خير، والله إنك نشمي ولد ناس، جزاك الله خير ما شاء الله عليك، وتحب الزين، تحب الزين، جزاك الله خير. طبعا على كل من اليوم وصاعدا ترتب أمورك على أساس إنه من بكرة أنت عندك نقل تأديبي، أنا اللي حلق لك نقل تأديبي إلى سانتا. سام؟ سانتا. نعم سانتا. طال عمرك. اجعل ابو خمس شيك بطلع يا عبيدي يا رب، ولا اجعل واحد يتوطى على بطلع يا رب، ولا يوفق رفضي. شو عندك انت؟ لا ما بيستاذن ما بيستاذن. قل روح المكتبك. روح المكتبك. الو يا ولدي، ملف الضمان الاجتماعي فينه؟ تبع ايش طال عمرك؟ هو تبع ايش؟ حق المناقصات الحكومية. المناقصات الحكومية في الحقيقة يعني هو يعني
ايش الحقيقه ما الحقيقه؟ يا ولدي معالي الوزير الله يمسيه بالخير طالب مني دحينة، ايش بك؟ الوزير نعم طال عمرك، انا ثواني طال عمرك اشوف. طيب طال عمرك اشوف الموضوع شيك. يا استاذ حفل تكريم هذا لا يعني اي شيء، اذا بغوا فعلا يكرمونا يخلصون اوراقنا يا اخي بدل ما نضيع وقت كل مراجعات، يعني عشان نشوف وش امورنا ونرتب امورنا ونعرف رواتبنا التقاعديه انها بتجي في وقتها المناسب. روتين يا استاذ سليمان روتين، وانت خير من يعلم مساوئ الروتين. روتين يا استاذ، دائما هذه الشماعه اللي نعلق عليها سلبياتنا. يا استاذ خل بالمنطق، ما شاء الله عليكم، خطاب اللي جاني يبلغني طال عمرك بالتقاعد جاين واحد يركض فيه يدورني، قلت تفضل. والان علشان تصفيه حقوقنا ونشوف رواتبنا ونشوف حياتنا كلها راحت مراجعاتها، الحين كم صار لنا مده واحنا نراجع يا طول عمرك؟ ليه؟ وش باقي؟ ما باقي شيء، اخلاء الطرف موجوده، عهد ما عندنا، وش باقي يا استاذ؟ خير ان شاء الله، اجل اخر الاسبوع الجاي كل شيء منتهي، ها رضيت؟ شكرا ما قصرت، جزاك الله خير، هذا اللي نبي بس. ملف الضمان الاجتماعي في المناقصات الحكوميه قعدت فيه شهرين، سويت في حاجة؟ ما سويت في حاجة، كل ما أسألك تقولي سمي إن شاء الله، سمي إن شاء الله، إلين ما أحرجت أنا قدام معالي الوزير الله يمسيه بالخير، قلنا معلش. تقارير اللجان، تقارير اللجان كان المفروض إنها ترفع من أكثر من 3 أسابيع، إيش سويت؟ ما سويت حاجة أبدا، قلنا يمكن مشغول، العمل متعب، معلش. موظفينك كل يوم والتاني جايني واحد يشتكي منك، اللي يقول لي انك بتهينه، التاني يقول لي انك بتعامله بشكل سيء، قلنا يمكن الراجل عصبي، يمكن الموظفين ما فهموه علشان هو كده، قلنا معليش. لكن توصل فيك المسألة لدرجة انك معلش طال عمرك، يعني انا كل الكلام الحقيقه اللي تقوله كلام صحيح، لكن اعتقد ان الموضوع فيه سوء فهم طال عمرك. اسمع، ما ابغى اسمع منك ولا كلمه، فاهم ولا لا؟ واسمعها مني كلمه، اذا تكرر منك هذا الشيء ما حيكون في صالحك، فاهم؟ هيقوم لمكتبك، قوم لمكتبك يلا. هيقوم الله يمسيك بالخير يا سليمة. يا محمد يا ولد اتصلي على سليمان. ايوه سليمان الموظف اللي كان عندنا. الو مرحبا، هلا ابو صالح، الله يسلمك. سم والله الحمد لله بخير. نعم لا بس قاعدة البيت ما هي بشينة يا رجال. بس سم حاضر يا ابو صالح، حاضر بكره ان شاء الله امر عليكم. زين يا ابو صالح، مع سلامة الله، بامان الله. أخوي سليمان، أنا ما جبتك هنا واتصلت عليك إلا لمعزتك، وإنت عارف تماماً إني أنا أحبك. الحاجة الثانية، الإدارة في حاجة ماسة جداً لخدماتك. أنا تكلمت حقيقة مع شؤون الموظفين، قلت لهم سليمان لازم يرجع. قالوا لي كيف يرجع؟ ما أقدر، البند ما يسمع. قلت لهم ما أعرف، أنا الكلام هذا ما أعرفه، ما أعرفه أبداً. سليمان يرجع يعني يرجع، أصريت عليهم أنا. حقيقة هم ما قصروا، لقوا لك وظيفة على بند الأجور والراتب 3000 ريال. قلت لهم إيش هذا؟ معقول سليمان مش عارف إيه؟ أقنعوني، قالوا لي هذا النظام. أنا عارف أخوي سليمان إنه هذا مو قدره، لكن يعني المستقبل قدامك. بند الأجور و 3000 ريال. الله يهديك يا أبو ريان. على
بالعموم مشكور على الشعور، لكن ما أعتقد أنها مناسبة في حقي أني أطلع من الوزارة على المرتبة العاشرة مدير إدارة ورأس موظفين ويلاقوني راجع لهم طال عمرك على من الأجور وثلاثة آلاف ريال. ما أعتقد أنها مناسبة بالنسبة لي. يا أخوي سليمان أنا عارف ومعاك حق، لكن صدقني أنت تعرف أنه حبك، لكن هذا النظام ما هو أنا. اللي خلاني أجيك شغلتين، الأولى إني مشتاق لك كثير كثير كثير. الله يحييك يا أخ أحمد. والحقيقة كان أهم شيء إني أجي أسلم عليك وأطمن عليك. والشغلة الثانية إني يا أخي ما صدقت الخبر اللي سمعته، سليمان يحل التقاعد. مو معقول، لو كان أي واحد ثاني يقول معليش، لكن سليمان. لا وزيدك من الشعر بيت، طالبين يسلمك الله وعارضين علي عقد على بند الأجور بثلاثة آلاف ريال. والله عيب، والله عيب عليهم يا سليمان. لكن وانا اخوك اللي ما يعرف للصقر يشويه. شف انا الحقيقه الحمد لله الله موسعها علي والخير كثير، وبصراحه الشغل صار كثير علي بزياده، وانا محتاجك معي تساعدني. وشوف وانا اخوك هذا عبد وموقع وجاهز، حط الراتب اللي تبيه. وش قلت؟ فين الملف؟ لا إله إلا الله يا ولدي يا حبيبي، خلصني. فين الملف؟ معالي الوزير الله يمسيه بالخير في الاجتماع أبغى أطلع لهم. فين دحين الملف؟ فين دحين هو؟ أي واحد فيهم؟ هذا؟ يا دهجود أشوف تعمرك أي واحد فيهم؟ هذا بطاح. وعليكم السلام، يا هلا وسهلا. رئيس التحرير مشغول الان مع مكالمه. الله يسلمك. نعم. سلام. ترانا من زمان ما انفردنا بتغطيه زيارات معاليكم. كل زيارات معاليكم المفاجئه الاخيره كانت من حظ الصحف الاخرى طال عمرك. اكيد طال عمرك نبغى الموضوع يظهر وكاننا لم ندع، إنما حصلنا على المشروع بطريقة سرية طال عمرك. أقول طال عمرك تراي أرسلت أوراق الرجال وتراي يستاهل الوظيفة، وأنا لولا إني حريص كان ما سعيد في تعيينه. أجل أبشر بالخير، الله يسلمك. سم بكرة طال عمرك تقرأ الخبر في الصفحة الأولى إن شاء الله. يعطيك العافية طال عمرك. ما أدري وش صار على الموضوع طال عمرك اللي كلمتك قبل أسبوع. سم شكرا لك طال عمرك. شكرا لك، في امان الله. السلام عليكم. هلا عليكم السلام. مرحبا ابو اعتدال. موجود؟ اي موجود، ساعدك مرتين. تفضل. شكرا. هلا. مرحبا يا استاذ. يا مبارك تراكم فشلتونا مع واس. الواحد منكم يتبطح عندي هنا، هذا اذا صح عقب الظهر، واذا جاء شطب اسم واس وحط اسمه على خبر ولا خبرين من اخبار همسكين واس. هذا كلام واسع طال عمرك، انا اجيب لك اخبار ولا تجيبها ولا واس. لا يا مبارك، هذا هو الواقع. تو مدير عام الوكاله يكلمني في هذا الموضوع، صرت بنصف هدومي. وش اقول لابو علي؟ اقول ان محررينا جايبين الخبر من السي ان ان. عمرك سمعت او شفت خبر في السي ان ان يبدا بكلمه اشاده؟ يا اخي اشتغلوا ولا ارحموا همسكين واس. مساك الله خير. مرحبا يا استاذ ابراهيم. هلا مرحبا. شلونك طال عمرك؟ الحقيقه ترى الناس ما لهم حديث الا في الزاويه اللي انت كاتب اقعد وقوم ولا بهوات. هذا صحيح. فعلا انت من امر الكتاب. هذا صحيح. انا استاذ ابراهيم. يا مبارك مثل ما وصيتك، يا اشتغلوا يا حطوا اسم واس. حاضر. تفضل. تفضل. تدري يا ابراهيم المدهر،
ان هالمدح اللي انت قاعد تسمعه هو مشكلتك؟ خير يا ابو اعتدال، خير يا ابو اعتدال، شو الموضوع؟ يا ابراهيم انت كاتب زاويه قديم ومعروف، وترى الجماعه متضايقين منك، انت كل طلباتك ملبات في الوزاره، وش تبي بعد؟ اقول اترك عنك كلامهم يا ابو اعتدال، بعض الجهات ما تمشي الا على طريقه عمودي، هم يعرفون شو نبي، واذا اخذنا منهم امورنا وخلصنا ذيك الساعه نراضيهم وبالطريقه اللي نعرف. تعرف يا ابراهيم انك مثل الجنط اللي في السياره، هو جنط صحيح بس ضروري للكفر، وانت جنط يا ابراهيم. هذا شرف الحقيقه كبير واعتز فيه طال عمرك. ما سوينا الا الواجب يا ابراهيم. احنا مجتمعين اليوم لاني ابغى اسمع اقتراحاتكم واحد واحد، وانا افضل نبدا باليمين. من عندك يا خالد؟ انا اقترح طال عمرك ان نسوي تحقيق عن محلات بيع كبده الحاشي اللي الاحظها تنتشر هذه الايام، ولا وش رايك طال عمرك؟ طيب تسوي انت التحقيق؟ انا اقترح طال عمرك انك تشوف غيري، لاني بصراحه ما خلص من الدوام الا وانا تعبان وهلكان، وتعرف مشاوير البيت ما تخلص ابد طال عمرك. تصدق اني ما اوصل لاستراحه الشباب الا 9 بالليل. طال عمرك انا اقترح نشر زاويه يوميه تناوب فيها المحررون، وتكون عن مفاهيم التنميه الاجتماعيه والمروريه في ظل العولمه. انا ما ادري تعرف معنى العولمه ام لا، على كل حال انا موافق، بس بشرط ما بي أي واحد منكم يكتب عن الوزارة اللي يشتغل فيها، يكفينا الأخبار اللي زي وجيهكم، وبعدين إحنا ما نبغى جريدتنا تطلع مثل برنامج مع الناس، مفهوم؟ يا أبو اعتدال أنا كاتب 7 تحقيقات ومعطيها مدير التحرير، وإلى الآن مع صورهن لم تنشر. ليش تحقيقات عصام ما نشرت؟ هلأ أخ عصام طال عمرك شاب متحمس ولغة التحقيقات جافة، حتى كلمة معارف غير مستخدمة عنده، تصور يكتب ويرى وزير المعارف، هذا كلام ما ينقال، المفروض يكتب ويرى معالي وزير المعارف، هذه لغة جريدتنا طال عمرك، ولهذا الأخ عصام محتاج وقت حتى ينسجم مع لغة الجريدة. هذا والله العذر، حنا مع عصام ينطبق علينا المثل اللي يقول يوم انخطبت عي وهلها. على كل حال أرسل لي كل التحقيقات اللي عندك، مفهوم أخوي؟ وأنت يا أخوي حمد، أنت ليش نصوصك كلها ما هي بواضحة، كلها مغلقة يا أخي، وضح نصوصك. والله طال عمرك انا جاي على بالي هوهي، وبعدين وش المزعجكم؟ حنا ما عندنا مانع انك تهوهي، اقعد ببيتك وتهوهي على روحك، ما عندنا مشكله، لكن لما تصير هوهاتك على الورق ذي تصير مسؤوليتنا، والنظام ما يجيز الهوهات لا على الورق ولا على الاشرطه، لان الهوهي مثل اسكه السلاب. فسر نصوصك وما عندنا مانع، حتى لو تبينا نساعدك في طباعه كتاب. المهم يا شباب أنا بيكم تهتمون بالإعلانات لأنها مهمة، وكذلك تهتمون بالتحقيقات الجيدة لأنها تجذب الإعلام، وعليكم بالملاحة وخاصة المدن والقرى الصغيرة، لأن هذه هي الوسيلة الوحيدة للنشر عنهم، غيره ما عندهم أي وسيلة ثانية. يعطيكم العافية. يلا يلا مكاتبنا. هلا هلا. تفضل طال عمرك، هذا الاقتراح ودنا نحطه في جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة، وقلت باخذ رايك فيه. باين يا ابو ناصر انك جديد على عمل الصحافه. حنا في صحيفتنا طال عمرك ما نعد لا جداول ولا محاضر ولا اجنده ولا دوخه راس، نعقد اجتماعاتنا على طريقه طقه والحقه. وشلون يعني؟ يعني اول ما يجون المعازيم، اقصد اعضاء مجلس الاداره، نصورهم ونمدحهم، ثم نسمع الاقتراحات ونخلي واحد يكتب هالاقتراحات في ورقه. وإذا زادت الاقتراحات واللجة والصجة قلطناهم على 5 مفاتيح، ثم دخلناهم وقهويناهم وذن وقم وصل. طيب والدراسة اللي تعبنا عليها حول موضوع التدريب؟ يا أبو ناصر انت ضبط المفاتيح ومالك هم، انت لا تتعامل مع الأمر على طريقة تايم تيبل ومتى وكيف، ربعنا عندهم دراهم صح، لكن ما عندك أحد. أيها الأخوة، إن الإعلام والصحافة اليوم صارت مهم لعب، فمثلا شبكة الأنتر اللي ما بعد شفناها إلى الحين يقولون تدخل الجرائد ملح، علشان كذا بعض الأخبار رفعوا لي بعض الاقتراحات يطلبون تسجيل جريدتنا على هذه الشبكة اللي إلى الحين عيت تجي، وأظن كلكم شفتوا وش سوت هالشبكة في قضية مونيكا. أنا يا جماعة قبل ما أبدأ ودي أتكلم عن موضوع
مع رئيس التحرير موضوع بسيط لكنه مهم بالنسبة لي. تصور أنا اليوم في المطار، ما حد عرفني ولا حد جاب خبري، عضو مؤسس صحيفة ما حد درى عني، أملك ربعها أو زود ما حد عرفني، ما يصير. اسمع رئيس التحرير، تحط صورنا في الصحيفة، سامع؟ خلك اللي عرفنا، نروح للمستشفيات، نروح للبنوك، الشركات، لرئاسة تعليم البنات، لأي محل، أي محل، وبعدين ترى بحلالنا، منا بنشحن حنا. يا أبو عبيد الله يجزاك خير، هذه أمور أحلها أنا وياك خارج الاجتماع، حنا عندنا قضية التوظيف، وقضية الاستثمارات، وقضية الميزانية، وكذلك قضية التدريب اللي نأجلها من 20 سنة. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نبدأ الاجتماع، تفضل يا أبو ناصر ابدأ النقاط. بسم الله الرحمن الرحيم، النقطة الأولى هي انخفاض نسبة الأرباح عن العام الماضي حوالي 15%. سمعتوا؟ ونستثمر حلالنا قبل ما تنقلب طاسة الصحابة وتصير ملح. يا أرجو يا أستاذ علي أنك تقدر أني أنا جايب نفسي علشان هذا الموضوع. مسألة يعني موضوع نقل زوجتي من المدرسة اللي تدرس فيها إلى مدرسة أخرى بجنب بيتنا، أنا أعتقد أنه يعني أقل حق يعني مسألة أنك تنفذوه لأن أنا رجل مشغول جدا. كلامي واضح وأنه قبل أقدمية، هماك مزعج الناس في كتاباتك الواسطة الواسطة. يا أخي نفذ الكلام اللي تكتبه في كتاباتك أول. أنا أعتقد أن هذا الرقم في انخفاض، والانخفاض لا يقل عن 37%. اسمعوا يا جماعة، أنا عندي الاستثمار والمطلوب، نبيع هالجريدة ونرتاح من هالقراطيس، سامعين؟ ما غير هالصحفيين يترززون بدراهمنا، نسوي لنا قناة فضائية ونجيب ميشيل ورولا ها وندور العيشة طال عمرك والباقي يحلها الله. إن بعض المسؤولين في رئاسة البنات لا يراعون الأولوية في نقل المدرسات. وإنهم بهذا يفاضلون بين المتقدمات بطريقة غير نظامية، ويجعلون الواسطة هي الحكم. ويانا ينتي يا رئاسة البنات. النقطة الثانية في هذا الاجتماع أن زدنا عدد العاملين 20%. أعضاء مجلس الإدارة نقلط، توكلنا على الله. يا جماعة العشاء
حقيقة أنا ما أدري يعني ما أدري شو أقول يعني يعني ترخيص لموزين وسفلة الطريق الترابي إلى مزرعتي في هذه الفترة القياسية الحقيقة يعني أخجلتوني والله يعني هذه الخدمة الحقيقة لن أنساها لك ما حييت يا أستاذ إبراهيم إحنا تجاوزنا عنك في بعض الشروط اللي أصل الناس تطبقها وحنا ما عندنا أهم من رضاك يا كاتبنا الكبير طبعا إن سرعة الإنجاز في وزارة المواصلات لأكبر دليل لا لأكبر أكبر 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 هذه نتركها المصح لأكبر دليل على أن هذه الوزارة لا تعرف الروتين هذه أمد الله في عمركم يا أبا اعتدال مجموعة من المقالات في أدب السير كتبتها عن رجل رحمه الله كان صديقا صدوقا صادقا ودي منصفي للوالد الله يرحمه أنا طبعا استفدت من بعض الوثائق التي وجدتها في تركة الوالد في سبيل إظهار هذه المقالات والله لحلف انك ما كتبت هالمقالات الا فيها ان اكيد انه يقرب لك ولا غروة ان هذه المقالات كتبتها خصيصا لجريدتكم اني داري انك ما خليت مجلة ولا جريدة لو زودتها بنسخة ما يتكرر في هالبلد في النشر الا الاعلانات ومقالات عظيمة انا عاجز عن شكرك يا ابا اعتدال على ما تقوم به في سبيل إظهار الأدب الجم ولكن متى ستنشرون أولى الحلقات؟ الأسبوع الجاي إن شاء الله على بركة الله أهلا وسهلا يا أبو ماجد وعليكم السلام أهلا وسهلا بك أستاذ إبراهيم مقالك عن الرياسة اليوم جميل جدا من حسن حظي أني رحت بعد صلاة الظهر عشان موضوع أختي نقل ما نقل يوم جيت الحبايب قارين المقال أول ما أعطيت توصياتك يا أستاذ إبراهيم كأني معطيهم عصا موسى قاموا على طول طال عمرك وسووا لي قرار نقله وبكرة إن شاء الله تبدأهم بالوظيفة الجديدة بلا تدريس بلا وجع راس هذا الحقيقة شيء يسعد أي كاتب أن يكون هناك تفاعل ما بين الكاتب وبين الجهات الأخرى أخي مبارك بعد إذنك خليني بس أتصل على معالي الوزير فيها. ألو مرحبا أكلم معالي لو تكرمت إبراهيم المدهر معك نعم أسعد الله مساء معاليكم إبراهيم المدهر طال عمرك الله يسلمك الله يحييك الله يسعدك الله يطول سم أستميع معاليك لو هنيهة لكي أقرأ مقال الغد نعم لقد برهنت الأيام أنك تحسن خدمة المواطنين في هذا القطاع الهام الذي أصبحت خدماته مضرب المثل عند الناس لقد بنيت حسا جديدا في العمل الحكومي ونحن نعلم أن مشاغل معاليك لا تتحمل كل هذا العمل المتواصل لرفع كفاءة القيمة الحقيقية في فلسفة العمل لكنها النفوس الكبيرة النفوس الكبيرة التي لا تهم إلا مصلحة المستهلك لقد أهلكت التعب يا معالي الوزير التعب بدأ يتعب من عدم وجود التعب فين بتعب معاليك ايش رايك طال عمرك في الله يسلمك هذا يا طويل العمر اقل شيء من الواجب يا طويل العمر في حق امثالك يا طويل العمر الله يسلمك شكرا طال عمرك انك منحتني هذه الهنينات الله يسلمك اشكر معالي اشكر لطفك هلا مرحبا ايش رايك في الكلام اللي سمعته؟ ها؟ اتصالات وجوالات هذا اكيد معالي الوزير لحظة لا الله انها حرمتي قلت لي ايش رايك في الكلام هذا؟ استاذ ابراهيم هذا شعر وانا ما لوم المسلمين اذا حبوك
أنا كنت تستاهل. شكراً، شكراً أخوي مبارك. أنا أعتقد أنك أنت أيضاً تمتلك حس صحفي، وأتوقع إذا انتبهت لنفسك ستكون من ألمع الصحفيين الموجودين لدينا. سويت لي في موضوع المستشفى، ترى رئيس التحرير سألني عن الموضوع مرتين. حقيقة أستاذ إبراهيم راحت لي نومه، ما قدرت أفتك من نومة الظهر. خلاص خلاص خلاص، أنا أرتب الموضوع. بس لا تنسى بكرة تخلي موضوع الفيز من استخدام هذا لازم تخلصها لي، وبعدين الحجز حجز الخدامة للفلبين هي والسواق، وإذا مريت الاستخدام ها جيب لنا منهم تصريح تصريحين هم والخطوط ما يضر، وقل لهم ترى الأستاذ المدهر موصيني. أبشر بساعتك، بس الله يرحم والديك حط اسمي معك. شف قبل لا تروح مر على الأرشيف وشوف موضوع مستشفى أبها اللي افتتح العام، جبه وغير اسم المستشفى والتاريخ، وحط كل الكلام اللي موجود والتصريحات، وعاد أضف من عندك بعض الحثير بعد الخفيفة لا يمنع، وجيب لي الموضوع وأنا أصيغه وتوكل على الله. هاي مبارك بشرني، عساك حصلت على تصريحات خاصة بحفل افتتاح المستشفى. يا نعم طال عمرك، وبشركني سويت شغل بيض الوجه، وبكرة تبغى تشوف. يا مبارك الوزير عطانا موعد اليوم بعد صلاة المغرب في الوزارة، وهذه الأسئلة أنا عديتها لك. ولا تكثر بربرتك، عطى الأسئلة وسجل الإجابات فقط، لأنه ما بيه يدري إن ما في الحم ضحت. وشوف لك واحد من المحررين الشباب الكفو خلها ذراعك اليمين. تفضل. شكرا طال عمرك وإن شاء الله بيض وجهك. يا أبو اعتدال، يا أبو اعتدال، أنا ترى جايك أبيك تتيح لي الفرصة كاملة للرد على بزارين الصحافة. يا أخوي ما يصير يا أخوي، تجاهين على مقالاتهم وزواياهم، يحطون بي ويغمزون ويلمزون وفيني أنا شخصيا. يا أخوي أعطوني فرصة، أعطوني فرصة والله لا أجيب لكم غريف كله. يعني يا إبراهيم ما كفاك كل اللي تاخذه مقابل ما تكتب، وتبي تحرم على الناس يقولون رأيهم فيك؟ خلهم يا رجال، هذا يزيدك شهرة وأنت مش خسران، هذه أسهمكم مرتفعة وكل ما كتبوا عنك زاد قدرك. أقول أنا يا أبو اعتدال ماني بتارك المتطفلين على الصحافة وبزرانها يسممون أفكار الناس، لا. ما قلت لك يا إبراهيم إنك جنط؟ حياكم الله، تفضلوا. يا أهلا وسهلا. الحقني 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 يا عليثة. الله يحييك. السلام عليكم طال عمرك. وعليكم السلام. اهلا اهلا اخ مبارك، يا مرحبا. الله يسلمك، حياك الله، تفضل سريح. الله يسلمك، تفضل. الله يسلمك. ما شاء الله ما شاء الله. يعني يا اخ مبارك ما لقيت مسجل اكبر من هذا شوي؟ اقصد يعني يكفي مثلا. الله يسلمك، هذه هديه من عند الوالده طال عمرك، واي شيء من ريحه الوالده متفاول فيه، لاني ما سوى مقابله طال عمرك الا كلها ناجحه. صوره صوره. الله يسلمك. طيب ما دام هذا مسجل والده، تفضل افتح مسجل والده وتفضل اسأل. لا طال عمرك انت اللي تسأل وانت اللي تجاوب، تفضل طال عمرك. يعني تبغاني انا اللي اقرا الاسئله وانا اللي اجاوبها في نفس الوقت؟ اذا وش دورك انت يا اخ مبارك؟ اي نعم طال عمرك، انت ابخص طال عمرك بالسؤال، جاوب اللي تبغى تجاوبه، واللي ما تبغى تجاوبه طال عمرك لا تجاوبه. طريقه حلوه. خلاص ما دام كذا احنا نقول لحقين العلاقات العامة عليها ونخلي الصحف الثانية يطبقوها. يلا شغل مسجلك. تفضل طال عمرك. طيب نشوف السؤال الأول. ما رأي معاليكم في إقبال المواطنين على خدماتكم؟ والله هذا أخ إذا دل على شيء فإنما يدل على تفانينا في العمل وإخلاصنا في العمل وجديتنا في العمل أيضا وحبنا المواطن. نشوف السؤال الثاني. ما رأي معاليكم في زيادة عدد المشتركين؟ زيادة عدد المشتركين يعني ممكن يتم يعني لعدة أسباب، منها أقول يا أخ ما عندك سؤال آخر؟ إيه نعم طال عمرك، ما هي أكلتك المفضلة طال عمرك؟ أكلتك المفضلة؟ بالله عليك يا أخ، هذا سؤال يوجهه صحفي الوزير، الظاهر أنه أنا ضيعت وقتي معكم. لو سمحت شل عفشك هذا وتفضل برا، والشرها ميب عليك.
اشرها على الاخ اللي ارسلك. اقول لك اطلع برا. طال عمرك كلمه. قوم اطلع برا. اتفضل اطلع برا. اطلع برا. شوف يا وليدي. انا شاري هالثلاث سيارات هذه ب 300,000. نعم. وببيعك اياها ب 380. ها وش قلت؟ قبلت؟ قبلت، نعم. اي قبلت. ونعم والله، والله انك رجال النجمي. اسمع عاد. سم. ابيك تسددها بمدة سنة من تاريخ توقيع العقد. ها وش قلت؟ قبلت؟ قابل ان شاء الله. اي عبد الرحمن. سم. تكفل الرجال كفالة غرم واداء؟ نعم اكفله غرم واداء. اي بس ها شوف ترى ما اعرف الا انت. سدد ما سدد مالي شغل، ترى يا بمسك بزمارة رقبتك. انا ما اعرف يا مرحميني، اخوي ابوي ما اعرف احد، انا ما اعرف الا دراهم بس. انسدد ولا ترى بوريك انت. انت زبيلي يا عبد الرحمن. سم تامر امر، انا زبيلك ونص. ونعم والله. احمد حالي. تدرون عاد؟ سم. مشينا نوقع العقد. يلا. توكلنا على الله. والله يا ابو علي الحقيقه اني متحرج منك، يعلم نعم، لكن مثلك عارف الوضع الاقتصادي متاثر على مستوى العالم اخوي. المهم يا خالد، وضع اقتصادي ما اقتصادي مالي شغل. انا بحقي وبس، لا تقعد تفلسف علي. انا بعطيك مهله 3 أشهر يا خالد، سمعتني؟ وغيره يفتح الله. انا زبيلي عبد الرحمن مو بنت. لا تزود الكلام. يلا مع السلامه. أعوذ بالله. يا قليل الذمة والضمير يا مرابي. سم. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا أبو علي. الله يحييك. تفضل طال عمرك. ما جيت أبى تفضل يا أخوي، أنت داري وش أنا جاي له. رفيقك بدأ يرقل يا عبد الرحمن، مطوفنا 4 أشهر يا أخوي ما سدد ولا له. هذه حالة ذي. ترى يا بزر عليك يا أخوي ولا زر عليه أنت. سمعتني ولا لا؟ قريب ما له علاقة بالاقتصاد يا عبد الرحمن، فهمتني؟ فهمك طال عمرك. حقي وبيه يا أخوي، حقي يبيه. إن شاء الله هد عمرك يا أبو علي، هد. الحين ما هد روحي يا أخوي، تبي أكثر من سبعة؟ سم طال عمرك، ما سدد شيء أبد. ما سدد ولا لله يا أخوي، أحسي عربي أنا ولا وش أحسي؟ سم إن شاء الله ما يصير إلا الخير، تفضل طال عمرك الحين. ماني بمتفضل يا أخوي، أنا ما جيت أتفضل، جاي لأبي حقي. سم. زر على الرجال والأخوك لا تنسى. سم. سمعتني؟ ولا ترى بزر عليك؟ أبشر تعرفني؟ إن شاء الله أبو علي. إن شاء الله. الله الحالة، معقول ما سدد ولا هلا؟ سعد خالد ماني بشوفه، عسى ما شر. لا هو بخير وعافيه، بس طالع دبي تخبر البزنس والاقتصاد الدولي وكذا، وان شاء الله يعني بيجي. بيطول؟ لا باقي يومين ان شاء الله، وحتلقاه في ان شاء الله. طيب لو تكرمت بلغه وذكره موضوع ابو علي. الله يذكرك الشهاده. تعرف هاليومين هالسوق يعني البيع والشراء يعني راكد، والاقتصاد الدولي وانت عارف هالامور يعني برضو مهتز. ولكن عموما أخوي عنده مساهمات في سوق وعنده دكانين، كان تكلم أبو علي ياخذهم وصافي يا لبن. وش صافي يا لبن؟ الرجال يبي حلالك كاش، وبعدين الموضوع بيني وبين خالد، أنت وش علاقتك؟ يا ابن الحلال أنا وكيل أعماله، هو كلمني قبل يسافر وقال لي شوف الموضوع حق أبو علي، راح نتكلم أبو علي وإن شاء الله بنحل الموضوع. المهم بلغ خالد انه ابو علي ازعجني بكثره الاتصالات، وحقيقه ترى احرجني. وبعدين ابو علي يا اخي من الجماعه، واخاف يكثر كلامه وهرجه عند الناس. السوق يا ابو علي ما في سيوله، وبعدين الاقتصاد العالمي، الاقتصاد العالمي يا ابو علي انا اقول لك انه منحط ديوار رقم 1. ثاني شيء يا ابو علي خوينا منكسر. مهم منكسر ما علي منه، جعله حبي على رجليه. وبعدين انا زبيلي مو بنت ولا اخوك، أنا زبيلي عبد الرحمن الكفيل، وحقي أباخذك كاش غصب عليك وعليه. يا أبو علي هات نفسك وخليك كذا يعني رجال حكيم. أقول ما ودك تذرف عن وجهي أنت وشنيطك، حتى الحسي ما تعرف تحسي. يلا اذرف توكل على الله. يعني يا أبو علي تطردني؟ طارد ماني بطاردك، بس ودي توريني عرض كتوفك وتوكل على الله. أصلحك الله. ماشي يا أبو علي، شرها مو عليك، أنا اللي جاي قاعد أفهمك وأقول لك اقتصاد عالمي وبس. ما شو أقول؟ بعدين نتفاهم يا أبو علي.
اقتصاد عالمي. قال اقتصاد، ايش دخلني بالاقتصاد العالمي؟ حتى الاقتصاد المنزلي ما اعرفه. ربعك بدأوا يرقلون يا عبد الرحمن. فات على الموعد 6 أشهر ما شفت ولا هللة. يا أخوي شوف عمرك، أنا ما أعرف إلا أنت. عطني مهلة يا أبو علي واللي يرحم والديك. يطول لي عمرك، الرجال مسافر وكلها 2-3 وهو راجع. لا تشيل هم يا أبو علي. أنا ما أعرف إلا أنت، أنت اللي كافلة. فهمتني ولا لا؟ إن شاء الله إن شاء الله. سم، إيش فيك؟ إيش اللي حصل؟ ليه كده مو على بعضك؟ والله يا بنت الحلال ما أدري وش أقول. خير؟ عسى ما أهلنا فيهم شيء. لا لا، ما فيهم إلا العافية. تعرفني صديقي خالد؟ إيه أعرف خالد. إيش فيه؟ جراله شيء؟ اسمعي، الموضوع ما يدري عن أحد أبد، ولا بي أحد يدري، ولا أمي ولا أبوي ولا أي أحد، فهمتي؟ طب قوله. كافل خالد مبلغ وقدره 380,000 عند أبو علي، وأنا موقع على ضمان السداد، والمشكلة أشوف خالدي ماطل، لا حس ولا خبر. وانت كيف تكفله بس بمبلغ كبير زي هذا؟ الله يهديك صديق العمر، 15 سنة أنا وياه. طيب خلاص روح كلمه. كلمته أكثر من مرة. المشكلة إني أنا أحس إني يتهرب. وإذا ما سدد بسجنونه؟ لا، يسجنوني أنا. شلون؟ طيب يا أخوي سعد وين ألقاه؟ يا ابن الحلال عنده ولد تعبان ورايح جايلها المستشفى. طيب ما بلغتني أنا سألت عنه؟ يا شيخ تصدق اللي نسيت؟ لا يا شيخ شو أسوي، نسيت. طيب وشنو وكيل له؟ وانت تنسى كيف؟ يا ابن الحلال ابن آدم يعني نساك. ولا يهمك ولا يهمك، أنا أول ما راح أشوفه أقول له يبيك عبد الرحمن. زين؟ والله من الدلاخة. تكلمني؟ لا لا لا، أقول والله الذهانة. يا ربي الحقيقة ما هو موجود. طيب لو تكرمتي بلغيه إني اتصلت. نعم. جوال يا ربي. مقفل. يلا. بيجر. الو يا عبد الرحمن، الموضوع زاد عن حده. يا اخوي شوف لنا حل، انا صبرت اكثر من اللازم، خلصنا يا اخوي. ان شاء الله يا ابو علي، الله يطول لي عمرك. ان شاء الله، والله اني مستحي منك، ما ادري وين اودي وجهي. المهم الحق علينا يا عبد الرحمن، انا بحقي ولا ترى يسوي شيء ما يسرك. سم ان شاء الله. هلا، اسمعي الله يطول لي عمرك، أبيك توصلين هالرسالة إلى خالد، قولي له يقول لك عبد الرحمن أنا رجال كافر رجال، ما كفلت حرمة وما يتصدد ويتهرب من الرجاجيل إلا المرأة. مع السلامة. خير بشر، لقيت صديقك؟ إلى هالحين ما لقيته. هلا خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله وش أقول لك يا عبد الرحمن، والله محرج منك يا رجل، محرج وجهي صاير هذا كبره. إيه بالله العظيم يا أخوي، ما أدري وين أودي وجهي منك. طيب يا عزيزي يا خالد، إذا أنت محرج مني ولا تدري وين تودي وجهك، يا أخي كلمني رد علي. والله ثم والله قسما بالله العظيم، والله الذي لا إله إلا هو، صار وجهي هذا كبره قدامك، ما قدرت اسدد الرجال، وش اسوي؟ وين ما اطقها اوجه؟ وانا الحقيقه بقول لك، انا الحقيقه ما قدرت احط عيني في عينك. وانا اقول لك يا عبد الرحمن، ترى انا بالنسبه لي ذا المرابي هذا ما همني الحقيقه ولا جبت خبر، لكن انا ما يهمني الا انت يا عبد الرحمن، تعرف. طيب الزبده يا خالد، طيب الزبده، يعني متى انت بتسدد الرجال؟ والله يا خالد شوف، انا بقول لك اياها، انا دارسها ومرتبها، ان شاء الله محلوله، يعني عندي انا عقار، عندي دكانين،
كاني بديره، لعل وعسى ان شاء الله تضبط الظروف ونبيع ان شاء الله، بعلن عنها قريبا ونبيع. طيب هالاعلان متى بينزل؟ يعني ان شاء الله يومين ثلاثه بالكثير ان شاء الله، بحول اللي ما تنامين. خالد نعم بالصدق والله ريحني، الله يريح والديك، خليني ارتاح، الموضوع ترى صعب والرجال بدا ازعاجه كثر. انا والله شوف، طيب بدا من الاعلان بينزل بعد كم تقريبا؟ يومين ان شاء الله، يومين ثلاثه. مقدر وضعك، مقدر وضعك زين، لكن اسوي كل شيء علشانك ان شاء الله. سم ان شاء الله، يلا احرص على الموضوع، احرص الله يرحم والدينا ووالديك. تكفى يلا انا ماشي. حياك، حافظك رب العالمين، امنتك الله. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. خالد الاعلان ما نزل الى الان في الجريده. لا والله انا قلت لهم الحقيقه، قالوا ننزله اول ايام الاسبوع، هم عاد بزعمهم يقولون اقوى. اكيد بينزل السبت. بعت شيء؟ بعت لي دكان واحد الحقيقه. كم هو؟ 200 الف ريال. طيب يا خالد عطر ال 200 اعطيها الرجال. خلني ادبر عليها انا. 100 الف ابى اتسلفها من اخوي، وابى اشوف لي احد يسلفني بعد 50 الف، وتصير 350 الف، وعاد تحت يد كلمه قل له انه يتنازل عن بال30 الف، يصير عنده 350. وبقول لك اياها جد يا عبد الرحمن، ترى هذا نصاب ومرابي وجشع. يا خالد الرجال ديان، وكلمه اني اكلمه في هذا الموضوع انس. يا ابن حلال عطنا ال200، خلنا نعطيه اياه ونرتاح. اسمع انت لك اقتراح، خل اخوي يكلمه، ضرك شيء ما ضرك شيء، وخلنا نشوف. اقول لك يا ابو علي 350 ترى زين زين، وال30 مسامح كريم يا ابو علي، وتعرف الاقتصاد يوما معك وبكره ما هم معك. المسامح كريم 30 الف المسامح كريم. اساسا الموضوع مالي كلام معك، لا انت ولا اخوك، انا زبيلي عبد الرحمن، سمعتني ولا لا؟ انت جايك غلط اصلا يا ابو علي. خلني انا اقول لك، ترى 350 زين، والاقتصاد ترى الايام كويس، فاخذها ترى لا يفوتك. انا المهبول اللي اخذ واعطي معك، توكل على الله يا اخو، فكني مشرك بس، الله يصلحك بس، قل امين. يا اخي ما يصير يا اخي، الرجل احتقرنا ولا قدرنا، وفوق هذا طرد اخوي. الى هالدرجه احتقار يا اخي؟ الى هالدرجه احتقار عند المرابي؟ لكن ها ما اكون انا خالد انشد مني قرش واحد. ها شو اللي ما يشد منك قرش؟ تبي تاكل حلال الرجال؟ يا خالد الرجال يبي حلاله، تبي تاكله عليه؟ اخوي سعد يا اخوي عيا يسلفني 100 الف، وبيني وبينك السبب كله من ذا النصاب الجشع. يا اخي مع حق يا اخي، اهانه يا اخي. بالدبره. اسمع انت اطلع من الموضوع، وما يكلفك الا 5 دقائق في المحكمه، توكل واحد انا اعرفه واطلع من الموضوع. وها نكلمك ابو علي. اسمع يا خالد، انا رجال داخل بوجهي وبطلع بوجهي، واذا المروءه قلت عندكم ما قلت عندي. اسمع كلامي بس، اسمع كلامي بس، اطلع من الموضوع وخلني مرمطه، خل اطلع حرتي فيه. وبعدين مشكلتك انت خايف اكثر من اللازم ليش يا اخي؟ يا خالد ما كان هذا الاتفاق، الله يجزاك خير، شوف لي حل، الله يرحم والديك، الرجال الذاني، تسمع ولا ما تسمع؟ طيب اعطني مهله انت، اعطني مهله لين ما اشوف انا ادبر المبلغ. لو تسمع كلامي بس، لو تسمع كلامي وتعطيني بس فرصة أمرمط فيه. عيب عليك يا خالد، خاف ربك، يوم احتجت الرجال وهو فوق راسك، يوم بغى حقك كرهته. خلاص خلاص خلاص، عطني مهلة أدبر المبلغ أنا. إيه تكفى واللي يرحم والديك، أنا تعبت والله ما عاد أنام. ما يصير للخير إن شاء الله. هذا شيك باسم أبو علي، مبلغ 250 الف ريال. تمام. اي والله يفكنا من شرك. طيب والباقي؟ ايش في الباقي يا عبد الرحمن؟ الله اكبر عليك، الباقي لا تعصر محامي عنا احسن. يا اخوي خالد ليش حذك حنا؟ الله اكبر، حق الرجال يا اخي. وهل بيدك ذا وشو هذا؟ طيب باقي له مبلغ، باقي له 130 الف. باقي تتسهل تتسهل. الله عليك. احنا يلا حبيب، يلا حبيب. يلا 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 50 احسن.
هلا وش هلا يا اخوي؟ قم امش موعدنا عند الجماعه الحين. تعبت يا ابن الحلال، الحين انا اللي بتزوج ولا انت؟ وانا اللي بشقى وانت اللي بتزوج. يا جماعه خلوه، تعال قم زواج الاسبوع الجاي. ايش فيك؟ يلا يا اخوي نشوفكم. مع السلامه. هلا والله، مع السلامه. يقولون صداقة الله يدنيها. معقول يا عبد الرحمن؟ الشيك هذا ما يصلح يا أخوي. وش اللي ما يصلح يا أبو علي؟ قل رفيدك يا عبد الرحمن هالموضوع ما يمشي على أبو علي. وش الموضوع يا أبو علي؟ يا وليدي الشيك ماني بقابله، هذه خطة منهم. أنا بجود الكفيل، إذا قبلت الشيك طلع الكفيل من الموضوع، وأنا ما أبي الكفيل يطلع من الموضوع. هذه خطة منهم يا عبد الرحمن. عدل بدل يا أبو علي. لا تحاول أبد. الله يرحم والديك يا أبو علي، خذ الشيك وفكني. الله يرحم والديك. إذا فكيتك يا عبد الرحمن وش يفك حلالي؟ اسمع يا أخوي، خذ شيك باسمك وعطني الدراهم، سمعت ولا لا؟ أنا ما أعرف إلا أنت. لا والله النشبة، هذا ما يستاهل. مرابي قذر نصاب. لكن خلك، ما يقبل 250,000 والله ما يشد قرش، والله لا وريه نجوم الظهر. الله يرحم والديك يا خالد. خلصني يا أخوي، تعبت وأنت قلت لي تبي ترجع الفلوس بعد سنة. أنت مطوف الآن سنة وثمانية شهور، تبيني أحلف لك إن من هالدين الله لا يعيده ما ذقت طعم الراحة؟ يا أخي خلصني. الله يرحم والديك، أنت بأمان وهو بأمان وأنا الضحية بينكم. والله علشانك وعلشان الصداقة والعشرة اللي بيننا، لكن ذا الخسيس ذا اللي اسمه أبو علي والله ما يسوى ملي ثمه تراب. أخي عبد الرحمن بس لو تطاوعني تطاوعني بس وتطلع من موضوع وتخليني أنا استلمه. الله يرحم والديك يا خالد، اكتب الشيك وخلصني. خلاص أعطني مهلة ثلاثة أيام علشان أطلع دفتر الشيكات. يا أخوي اشطب اسم أبو علي وحط اسمي هنا ووقع واكتب في الخلف وخلاص. ما يصلح ما يقبل. خالد أنا ماني طالع من هنا إلا مخلصني، وإذا أنت تتلعب ما يعلمني. المسألة أنقل فلوسك من بنك البنك واكتب لي شيك. يا أخوي هذا جزء الإحسان بالإحسان. خلاص يا أخوي أكتب لك شيك وتروح تصرفه بعد ثلاثة أيام يكون الحساب معزز. والله الرصيد ما يغطي يا بعد. ما يغطي؟ لا والله. لا حسبي الله عليك يا خالد. يا خالد إذا عندك فلوس عطني إياها ولا تروح معي للبنك. يا أخي قدر الصداقة والعشرة، أفزعلك وتسوي بكذا؟ ما يصير يا خالد. لو سمحت في بيالات؟ ما في بيالات. لا أقول اطرد زبايننا بعد، هذا اللي ناقص يا أخي. راح يا أخوي تلقى الرجال هناك يسألك ايش يدليك إياه. يا أخي ترك أذيتني الله يسلمك. شو اللي أذيتك يا خالد؟ أسأل عن حقي يا أخي. يا أخوي قلنا لك حاطين لك في البنك مبلغ وكلها يوم ولا اثنين واصرف المبلغ وخلاص. الله يرحم والديك. شو اللي يصرف المبلغ يا خالد؟ الشرطة متصلين علي أنا في البيت. يا خالد تصرف، سوي لي شيء. ما يصير يا أخوي، قدر الصداقة والعشرة. خلاص يا أخوي خلاص، تعال مشينا البنك. رصيدك الآن صفر يا أخوي. شفت؟ جاي لك المبلغ سحب من هنا والآن تلقاه مغطى في الحساب الثاني. أتشف من بكرة. بكرة الصبح اطلع البنك وجرب. طيب أكيد بس يا خالد. أكيد الله يهديك يا أبو سعد. يلا يلا خلينا نجرب. شكرا. حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. شوف إذا بالإمكان نسحب هالشيك. حصل ولا ما حصل في الحساب؟ ما شاء الله. لا والله يا الغالي، رصيد صفر ما حصل شيء لحد الآن. ما حصل شيء؟ لا لغاية الآن ما حصل شيء. يا خالد عويض الله من شرك، يا أخوي فكني، حل الموضوع. يا أخوي النوم ما عاد أذوقه، شغلي هملته، أسبوعين من إجازتي طارت وأنا أطردي وراك. يا خالد إذا أنت صارف جزء من المبلغ علمني، إذا أنت مستحق لي يا حبيب. لا بقولك بصراحة، أنا ضاقت بي الدنيا هالفترة دي وصار عندي ظروف وصرفت 50. كم بقى معك؟ بقى معي 200. طيب عطناها يا أخوي. بعطيك إياها يا أخوي. يا أخوي نشبة في الحلق يا أخوي.
الزيت يا اخوي الله لا يبارك في ذا الدين يا اخوي. سم 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 انا اسف. ال 200 الف هذه اللي بندبرها لك يا اخونا بها الفكه. طيب والباقي 50 الف الشهر الجاي. سم. و 50 الف اللي بعده. سم. وال 80 ال 80 يا اخوي عادنا بندبرها عاد وبلاش عادنا بنجيب لك ال 80 و 80. الزيت يا اخوي خلصنا ان شاء الله. الله اكبر يا اخي خالد. بس احنا نبي نخلص في الموضوع الان. هذه 200 يا عبد الرحمن والبازي الله يصلحك. 50 طال عمرك الشهر الجاي و50 الشهر اللي بعده وخلصنا ان شاء الله. وال80 يا وليدي متى؟ ال80 تبي تجيك في نفس الوقت وفتك منك ومنه. يا خالد الله يرحم والديك فكني لا شفنا ال50 الاولى ولا ال50 الثانيه طوفت لك 5 شهور. وال200 الف اللي انا اعطيتك اياها قبل شهر هذه وشي؟ الله أكبر. يعني أنا أخذ 200 ألف هذه الحين؟ 200 ألف أعطيناها الرجال وباقي له 180 ألف وكل يوم الثاني وطق علي الباب. يا خالد فكني بعد تبيني أنا قاعد وراك وبعدين ترى ماني فاضي لك ولا فاضي له. أقول يا أخي ترى ماني فاضي لك وتراك أذيتني. شلون؟ هذا جزايا قليل الخاتمة، هذا جزا الصداقة، هذه أخرتها. لا ترفع صوتك تفهم ولا لا؟ ما عندي لك شيء على بلاطة. بعدين اللي قاعد يصير هذا ربا، وانا الحمد لله الرجال نخاف الله، انا ما عندي استعداد اقبل الربا. تضحك علي يا خالد؟ تبي ولا تطق راسك في الجدار؟ وبعدين على بلاطه انا ما اعرفك يا اخوي ولا اني بعرف خويك. يصير خير يصير خير، هذه اخرتها. ها يا ابو علي اصبر علي شوي، الله يرحم والدينا ووالديك. ذهب المدام نبي نبيعه وبنجيب لك 50 ألف، وعندي 50 ألف أنا مجمعها ناوي أشتري أرض، كش علي أنا والأرض. وال80 الله يرحم والدينا ووالديك سامحني فيها. أسامحك فيها؟ وين أنت رايح يا أخوي؟ هو ما أسامح يا أخوي، هذه حلال ضعوف، هذا حلال أيتام. ال80 قبل ال50 يا عبد الرحمن. طيب أنا آسف جدا يا أبو علي، يمكن تقصدها علي. يلا حي عبد الرحمن. هلا ابو علي. يا خي القسط هل وانت ما مريت علي؟ يا اخوي القسط يحل اليوم، وهذاني اقسم بالله مولمه في مخباتي جايبه لك. هذه إيه 7 كم باقي عليها الحين من الاقساط؟ باقي عليك 6 أشهر وتغلق ب80 يا عبد الرحمن. سم. انتبه لنفسك ولاخوك. سم ان شاء الله. ثاني مره لا تكفل احد. ان شاء الله. سمعتني؟ هلا. انا ابدا لك اليوم نجيك يا اخوي، مر علي انت. لا مر عليك، لا طول عمرك، خلاص ما يصير الا الخير.